وبعدين والله عرفتها والله. ثواني بس، دلوقتي اللغز الجديد ان هو عندنا ايه، 4 و3 2 1. عايزين بدل ما يبدأ من هنا واحد، لا عايزين نبدأ من هنا، تبقى 1 2 3 4 بشرط واحد بس اللي اتحرك. تحركي جنيه واحد فقط. ها دول 4. ها ما تستني ما بابا طيب يحل، يعني انت مالك واخداها جري ليه كده؟ انا بفهم. هتحرك جنيه واحد بس يا بابا، بدل ما يبدا هنا واحد اتنين يبقى هنا واحد، هيبقى هنا واحد اتنين تلاتة أربعة. هقول يا حاجة هتعمل ايه بقى انت؟ 4 3 2 1. احنا عايزين هنا الاربعة وهنا واحد، ادي 1 2 3 4. اعمل ايه بالليمون؟ ايه هي اه يا شيخ، هنا 4 3 2 1. احنا عايزين 1 و2 و3 و4. بحس حرك حرك جنيه واحد بس. نسبة الزكاة بتاع طيب شلت كده تبقى طيب، انت ما كملتش ثانية كده 1 و2 و3 الى الاربعة ما كملتش ثانية بطيء. اعمل عليا انزل صح ولا خطا؟ صح. وانت تعملي حاجه غلط يعني؟ قولي كده عشان اقول لهم في الفيديو. صح. بسم الله. احنا عندنا 1 2 3 4. احنا عايزين ايه؟ 4 مجموعات يعني. أيوة. العمليه عكس، عايزين العكس. أوكي. 4 هنا نحرك ايه؟ 3 و2 1. اهم حاجه يكون واحد. عندي انا اصبر السؤال. هنحرك كوينز واحده بس. واحدة بس عندي والله عرفتها والله. ها وبعدين؟ خلاص صباحك فل. صبر انت الحين هني واحدة، 1 2 3 4. انا عايز العكس. ايوه 4 واحد يكون العكس هنا، واحد يكون 1 2 3 4 تبقى العكس يعني. ايوه ونحرك بس واحدة واحدة. مرة واحدة تقول لك واحدة. لا حبة واحدة. فيري جود. صح؟ اه فيري جود. انت كده بقى. فكر فيها. انا قلت لو بعد شوي. عرفتها عرفتها يا ابو حماد؟ احنا هنحرك حبة واحدة بس. عشان انا يوم ركزت. واحدة؟ لا. انا قلت بقلد هذه بخليها هنا. شلت واحدة وخليتها هنا. عشان اقلد ذي. ايوه تفكير بسيط. شافنا باليوتيوب. ما شافنا. تفكير